يا ناوي يا صديقي هنتمرن هنا اهو يا عم ازيك يا صاحبي عاملين ايه ايه يا صاحبي هنايا اللي انتوا عايزينه عايز اتعلم جرام الجيم عايز تعمل جيم وانت عايز تتعلم ايه انا عايز هتبقى حصان. طب بصوا يا جماعه عشان بس اقول لكم قبل اي حاجه اول حاجه نتعلم الحركات دي لازم نخش في مكان مقفول جوه تعالوا نخش الجنينه واشرح لكم ماشي ثاني واحد يلا هيا مين يا جماعه اللي عايز يتعلم الاول يلا انتوا عجلكم بس في الحته دي كلكم يلا بسرعه يلا يا كابتن سيد انت مين فيكم عايز يتعلم الاول يا رجاله ماشي انت اسمك الاول ماشي عمر وانت اسمك ايه ماشي عمر بص يا جماعه بص احنا هنقسم نفسنا لجزئين يا رجاله هنقسم نفسنا لجزئين الجزء اللي عايز يتعلم بيه ابن اكس عبد الله اللي هيشرحه له لان هي عجلته زي عجلته يعني العجل اللي هو النيجر ده مثلا شبيه عجله عبد الله العجل اللي هو الماونت العادي دون شبيه لعبتي انا اللي انا بلعبه علي بس صوتك عشان يسمعوك عشان هم شكلهم مش معانا خالص بص انت عايز تتعلم ترفع حصان بص هتعمل ايه تجيب الترس العجله عادي التغير عادي مش مشكله تجيبه على اكبر حاجه ورا وقدام على اصغر حاجه قدام وتكون ظابط الفرامل هتجيبه على اكبر حاجه ورا وقدام على اصغر حاجه قدام بعد كده بتدوس على على الكل تضغط عليه وتشد العجله مع سن الفرامل انت بتدوس هنا بقى هنا بايك ده الوزن بتتغير خلاص يبقى انت راكب على جنب ما وشوف اللي بعدك بسرعه تعالى خد خد عادي يا باشا اواش فرامل يا كابتن وعايز اتعلمه ازاي طب بصوا يا رجاله انا هوريكم حضرتك بتتعمل ازاي انا بقى هشرح لكم البي ام اكس لعبه البي ام اكس لازم عجله بي ام اكس تكون اصليه او صيني مفيش اي مشكله تبتدي تعمل بيها مثلا حركات قليله لو كان صيني لو بي ام اكس اصليه تقدر تعمل بيها كل الحركات يعني مثلا لفه الجادون دي مش هينفع تعملها وانت واقف كده قصدي وانت راكب العجله تعملها وانت واقف الاول تتمرن الحركه لازم تعرف تكنيك الحركه الاول وبعد كده تعملها المهم يا رجاله يعني ان شاء الله كلمونا على الانستجرام وهنرد عليكم وهنعلمكم واحد واحد احنا دلوقتي انا وسيد هنروح نتمرن ماشي ممكن بكره وبعد بكره نجي لكم نعلمكم قشطه ماشي خلاص احنا هنتمرن في الجنب اللي هناك ده عشان فيه واسع قشطه يلا بينا نروح الجنب اللي هناك يلا سيد يلا سيد خش السايد